نقول جميع التلاميذ والاباء. انا عارف راسي عزيز عليهم، ودابا عرفت راسي عزيز عليهم بزاف بالمسانده بالمؤازره ديالهم. كي ما نقولش انا كندير لهم عقلهم، هما ولاو كيديروا لي عقلي، تيقول لي صبر تثبت بالله سبحانه وتعالى. انا نقول لهم انا معاكم، وان شاء الله غادي نعجل الامور، وغالبا الاسبوع القادم ان شاء الله نحاول الشغل ديال، لان لا قطعش من القيس قطعش ليا طوح. ما نكذبش عليك، الحاجه الوحيده اللي ما قدرتش نتقبلها، ما نقدرش نتقبلها، انا عندي واحد المدخول شهري نقدر نعيش به مزيان، ولكن كيبقاو فيا دوك وليدات الناس اللي اونجاجي معاهم ما يمكنش. انا داكشي اللي عندي كنقسمو، هذا هو الديفو ديالي، ان اي حاجه عندي كنبارطاجيها مع الناس، ما كنحقدش، وما يمكنش ليا. الحاجه الوحيده اللي غنقول لهم نموت مع الفرج في تلامي، ما الفرج في تلاميذي، ولو دا الضرورة نموت ما الفرج في تلامي. إذن مشاهدينا الكرام، فعلا هناك تأثر، ومن حق الأستاذ النجيب أن يتأثر، ومن حق هذا المستثمر الشاب الذي أنجح مشاريعه أن يتأثر، وهو يعلن أنه محب لملكه، عاشق لوطنه، ومحب لهذه المهنة النبيلة التي اختار أن يقدم فيها خدمة جليلة. للأسف الشديد، عندما نرى أن أصحاب المؤهلات العلمية يتجمهرون وتحاصرهم البطالة، وأن ينطلق شاب بهذه الحماسة ليؤسس شركات ويؤسس معها تقديم خدمة، يجب أن ترافقه الدولة. عندما أقول الدولة فممثل القطاع على مستوى وزارة التعليم يجب أن يرافقه